ومعنا حول هذا الموضوع عبر الهاتف من العاصمة أبو ظبي ريف الخاجة مديرة إدارة التسويق في الهلال الأحمر الإماراتي. بداية، إلى أي مدى تمثل الحملة حبل نجاح انتشال أولياء الأمور الطلبة الذين أغرقتهم ديون النفقات الخاصة بالتعليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة وعلى تسليط الضوء على حملة التعليم تحت عنوان بالعلم نمكن. حملة دعم التعليم هي حملة سنوية تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قبل بداية كل عام دراسي، تستهدف مساعدة الطلاب المتعثرين في تسديد الرسوم الدراسية من الأيتام وأصحاب الحاجات وأبناء الأسر المتعففة. ولا شك أن الحملة تساهم كثيرا في استمرار الطلاب في دراستهم وتسهيل العقبات المادية التي تواجهها أسرهم وتضمن لهم إكمال تعليمهم في ظروف طبيعية كغيرهم من الطلاب المقتدرين. إذن كيف تتعاملون سنويا مع كفالة آلاف الطلبة لتسديد متأخراتهم الدراسية ومواصلة تعليمهم خاصة الأيتام منهم؟ في السنوات الأخيرة تزايد الطلب على مساعدات الهلال الأحمر التعليمية لعدد من الأسباب، منها الظروف الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا والتي لا تزال تداعياتها مستمرة وتأثرت بها الكثير من الأسر. لذلك ركزت الهيئة على توسيع مظلة المستفيدين من مساعداتها التعليمية حتى لا يفقد الطلاب مقاعدهم الدراسية وبالتالي يتأثر مستقبلهم، فالهدف هو إكمال مسيرتهم من أجل ضمان مستقبلهم وبالتالي تحسين أوضاعهم وظروف أسرهم. ولذلك تتوجه هيئة الهلال الأحمر من خلال هذه الحملات لجميع قطاعات المجتمع للمساهمة في تعزيز مبادراتها في هذا الصدد. إذن أخيرا، ما هي رسالتكم إلى مساهمة الخيرين والمحسنين والمتبرعين لتعزيز حملة دعم التعليم على مستوى الدولة؟ رسالتنا هي أن يتواصل دعم ومساندة الخيرين والمحسنين لمثل هذه الحملات التي لا غنى عنها في الوقت الحاضر، من أجل مساندة الطلاب ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية. ومن هذا المنبر أتوجه بالشكر والتقدير لشركاء الهلال الأحمر من الأفراد والهيئات والمؤسسات وجميع القطاعات، فقد عودونا دائما على أن يكون عند حسن ظننا بهم، وهم دائما خلف كل الإنجازات التي تحققها هيئتنا الوطنية في جميع مجالات العمل الإنساني والتنموي، وذلك من خلال القيام بمسؤوليتهم المجتمعية على الوجه الأفضل. فمجتمع الإمارات كما هو معروف مجتمع معطاء في كل الأحوال والظروف، ولله الحمد. إن شاء الله. نعم، ريف الخاجة مدير إدارة التسويق في الهلال الأحمر الإماراتي، شكرا جزيلا لمداخلتك القيمة.